كشف مسؤولون مطلعون لصحيفة وول ستريت جورنال أن حزب الله بدأ يتعامل مع بعض الخلافات في صفوفه حول كيفية الرد على سلسلة من الهجمات الإسرائيلية المدمرة التي طالته. وقال أشخاص مطلعون على مناقشات لحزب الله إن هناك خلافا بين أعضاء الحزب حول كيفية الرد، مشيرين إلى أن بعض أعضاء الحزب كانوا حذرين للغاية بشأن تصعيد الصراع وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال. كما أوضحت المصادر أن قيادة الحزب تحاول معرفة كيفية إعادة إنشاء الردع دون الدخول في حرب واسعة مع إسرائيل، خاصة بعض الضربات الإسرائيلية التي استهدفت الحزب وقيادته العسكرية. وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الحزب قلقون من مستوى الاختراق الإسرائيلي في المنظمة ويحاولون إغلاق هذه الثغرات. لمناقشة هذا الموضوع من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي السياسي جوني منير. أهلا وسهلا منير، أهلا وسهلا بك معنا سيد جوني، تسمعني؟ الله يخليكي. ما هو احتمالية سيناريو مفاوضات غزة أن يتكرر حول لبنان؟ أعتقد أنه يتكرر بشكل من المنطقي الاعتبار أو أخذ ما حصل في غزة وتطبيقه على لبنان. في كل الأحوال إذا كنت تقصدين المفاوضات التي كانت حصلت أو القرار الصادر عن مجلس الأمن عن الأمم المتحدة أو أيضا المفاوضات الحاصلة في نيويورك، أنا لا أعتقد أنها قابلة أو أن النية الإسرائيلية قابلة لتطبيق ذلك في لبنان قريبا. على كل حال صدر شيء منذ قليل عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وقال أنه لم يذهب باتجاه القبول بوقف إطلاق النار. وأيضا ربما الكلام الأوضح الذي صدر هو صدر على لسان سموتريتش، والذي عادة ما يتكلم يفصح بشكل أوضح قياسا على ما كان يحصل في غزة. قال أنه لن يكون هنالك وقف للحرب قبل تدمير، قال هو حزب الله، لكن أعتقد المقصود هو تفكيك القدرة العسكرية لحزب الله. طيب، إلى من الجهة المقابلة إلى أي مدى قد يقبل حزب الله بكل ما يجري الآن؟ هنالك يعني حزب الله لديه مشاكل كبيرة. أولا بالنسبة للضربات التي تلقاها والتي اعترف بها السيد حسن نصر الله، وبالأمس أيضا اعترف بها مرشد الثورة الإسلامية، قال بأنه تلقى ضربة كبيرة لكنه قادر أن يقف على رجليه ومن دون أن تفعل شيء إيران، وهذا له مسألة أخرى. لكن أعتقد أن المشكلة الأولى كانت في القدرة العسكرية، وما إذا كانت هذه الضربات التي تلقاها قد أثرت على قوته النارية. في الحقيقة قيل في السابق عندما حصلت الضربة الكبرى نهار الاثنين الماضي، قيل بأن حزب الله انتظر ليرد، لم يرد بشكل كبير، لكنه ينتظر خروج المدنيين من الجنوب ومن المناطق المستهدفة، وبالتالي خرج المدنيون ولم تحصل الرد الكبير، ما يعني بأن قدرة الرد لدى حزب الله تضاعفت وهي تلقت ضربة. وهذا مفهوم. هو لم يعني الجانب الإسرائيلي يرى بأنه أكثر من 100 صاروخ في اليوم يخرج من حزب الله على جانب إسرائيل، هو يرى بأنه قوة حزب الله يعني لا زال يحتفظ بنوع من القوة لديه عبر صواريخه، وربما لم يفصح ولم يكشف عن الصواريخ الدقيقة المزود بها من جانب إيران في هذه العملية. هل هو ينتظر أن يتوغل الجيش الإسرائيلي برا مثلا ويلقنه نفس الدرس في 2006؟ المشكلة الكبرى الموجودة الآن، أنا لا أدري إذا كان لديهم هذا التكتيك، لكنني أعتقد أن وفق ما كان يقال 150 ألف صاروخ، إطلاق حوالي 100 صاروخ في النهار هو إطلاق متواضع، وقياسا على حرب 2006 لم تكن هذه القوة النارية. أضف إلى ذلك أن لدى إسرائيل القبة الحديدية أو المنظومة التي تسقط الصواريخ، ما يحتم على حزب الله أن يضاعف. نعم، اقتصاديا منذ فترة. هذا الذي كنت أحاول أن أقوله قبل أن ننتقل إلى وزير الداخلية. وزير الداخلية تحدث عن أرقام رسمية في مراكز إيواء، لكن كما تفضلت وقلت التقديرات الأولية حول مجمل الذين تركوا وأصبحوا خارج منازلهم يقدرون بحوالي 300 ألف شخص هم موزعون بين مناطق في لبنان، ومنهم من ذهب إلى سوريا، ومنهم يعني من هو يجلس على الطرقات. وبالتالي الرقم الأبلغ التقديرات تؤشر إلى 300 ألف نازح. ثانيا هذه هي تشكل العبء الأكبر أيضا الآن على حزب الله وعلى الدولة
لبنانيه بطبيعه الحال، لكن على قدره حزب الله لانها تشكل البيئه الحاضنه له وهي البيئه اللصيقه به. وبالتالي هنا اذا كان يقال ان عندما قال تحدث السيد نصر الله عن ان ورقه انه لن نعيد المستوطنين الى مراكزهم وكانت ورقه لصالحه، اصبحت هذه ورقه النزوح عليه الان وليست معه مع هذا الحجم الكبير. يجب ان لا ننسى ان في اسرائيل هنالك دوله كامله متكامله لديها مؤسسات ولديها قدرات اقتصاديه وهي تقوم بتامين هؤلاء المستوطنين، بعكس الوضع في لبنان حيث لا امكانيه للدوله، وسمعنا ما هناك، وليس هنالك، يعني نسمع عن حالات لا يوجد لديهم فرش كي يستطيعوا ان يناموا. اضف الى ذلك وهذه نقطه اساسيه جدا والمح اليها وزير الداخليه، أن التمايز الداخلي اللبناني والفسيفساء الطائفية والمذهبية تشكل حساسيات في ظروف كهذه وتؤدي إلى يعني إلى مواجهات أو إلى مشاكل، وهو ما أيضا يشكل عبئا إضافيا حول كيفية ضبط هذه الأمور. وبالتالي هذه الورقة التي كانت يد حزب الله أصبحت عليه وأصبحت ثقيلة، خصوصا وهنا ما قيل لي بالأمس أحد وجهاء مدينة سور، طيب ماذا سنفعل افتراضا توقفت الحرب الآن وهذا لا يبدو، طيب كيف سنفعل مستقبلا مع الذين سيعودون، أين سيعودون، إلى أي مكان، هنالك المباني الكثيرة قد تهدمت، وحدات سكنية أصبحت خارج الإطار، سهول أو مزارع أو الزراعة قد جرى إحراق المحاصيل بحيث لن تستطيع أن تنتج هذه الأراضي لسنوات إلى الأمام. وبالتالي هنالك مأساة حقيقية وأزمة حقيقية، ليس فقط الآن لكنها مضاعفة وأكثر من مضاعفة للمرحلة المقبلة. نعم، طيب الحديث الآن عن الوضع العسكري، هل ترى بأن ممكن أن يقبل حزب الله أن يطبق القرار 1701 بالقوة العسكرية؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى، هوكستين عندما يأتي في زيارة ليريد أن يعني يكون هناك نوع من المباحثات لبعض الشروط، ما لم يقم به أو لم يتم تحقيقه خلال عام، هل سيتمكن أن يحققه خلال أسبوع مع استمرار الضربات الإسرائيلية على حزب الله؟ أعتقد أن الأمور أصبحت أبعد من موضوع 1701. أكيد سيبقى 1701 وفق صيغة جديدة هو مطروح وجزء من هذا الحل أكيد، لكن الأمور أصبحت أبعد من ذلك نتيجة عدة اعتبارات. أولا لأن الأهداف الحقيقية، لا أعتقد أهداف إسرائيل الحقيقية ستقف هنا فقط. نحن لم نسمع سوى من يائير لابيد أن يعني من أجل تطبيق الزاوية، لكن الجزء الأساسي من الحكومة يعني اليمين المتطرف وما قاله سموتريتش اليوم يذهب إلى أبعد، يذهب إلى واقع جديد، إلى واقع آخر. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتقاطع مع إسرائيل حول هذا الموضوع، وهو يتعلق بوقف أو بتعطيل أو بتفكيك الواقع العسكري لحزب الله وليس السياسي، الواقع العسكري. وما يدفع للذهاب في هذا الاتجاه هو هذا الموقف المريب أو الصمت المريب لإيران وأيضا للنظام في سوريا. وحسب ما سمعت أن النظام في سوريا أبلغ الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير مباشرة وعبر قنوات مختلفة أنه لن يتدخل في هذه الحرب ولا علاقة له فيها، وبالتالي هذا موقف أساسي. أما بالنسبة لإيران فموقف الرئيس الإيراني كان واضحا، أو مواقف الرئيس الإيراني كانت واضحة في نيويورك، وحتى موقف مرشد الثورة لم يعارض أبدا أو لم يعاكس أبدا مواقف الرئيس الإيراني، لا بل على العكس تحدث من بعيد عن أن حزب الله قادر أن يقوم مجددا، وهو ما يطرح علامات استفهام كثيرة حول وجود ترتيبات ما أكبر من الكل ومن الجميع وكانت تحصل من دون دراية حزب الله ولبنان. نعم، طيب الآن جاء نفي لرئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي بأنه وقع على اتفاق على وقف إطلاق النار، وأيضا جاء النفي من جانب نتنياهو أو مكتب نتنياهو قبل قليل. هل نحن الآن أمام هل شيء يحاك تحت الطاولة لا يريدون أن يتجه إليه الإعلام أو يدخل في تفاصيله قبل أن يكتمل، أم هناك فعلا نسف للمبادرة الفرنسية الأمريكية لوقف إطلاق النار؟ بدأت كلامك تقولين هل نكرر نحن سيناريو غزة؟ بالحقيقة قلت نعم يا رب، وها أنت تؤكدين هذا الموضوع. نعم نحن نكرر سيناريو غزة، بمعنى
أن ما يحصل من حركة دبلوماسية لا أعتقد أنها ستؤدي فعلا وحكما إلى وقف لإطلاق النار الآن في لبنان، طالما الأهداف هي أبعد من ذلك وستكون أكبر. وأنا أتوقع استعادة الجولات الحامية قريبا، لكن السؤال هو هل سيحصل تدخل بري إسرائيلي أم لا؟ هذا السؤال لا أحد يستطيع، لا أحد يستطيع أن يؤكده ولا أحد يستطيع أن ينفيه كما يحصل عند كثيرين. لكن أعتقد أن مرحلة التصعيد في لبنان ما تزال في بداياتها. اثنين، حتى نتنياهو كيف له أن يقدم هدية للإدارة الديمقراطية تستفيد منها في حملاتها الانتخابية، بينما هو فعليا هو يريد وصول دونالد ترامب، وبالتالي وهو ما يحتم عليه أن يبقى الصراع قائما في لبنان، أن تشتد مستوى الحرب في لبنان، كي لا يكون الحل على يد الإدارة الديمقراطية وبالتالي تستفيد منها كما لا هريس، لا بل على العكس، وهو ما يعني في أقل تقدير أن هذه الحرب ستستمر وستشتد على لبنان حتى 5 من نوفمبر المقبل، موعد فتح صناديق الاقتراع. وفي هذا الوقت سيسعى نتنياهو من أجل تحقيق، إذا استطاع، لست أدري، أنا لست نبيا، لكن إذا استطاع تحقيق الخطوات التي يريدها عسكريا في لبنان. طيب، شكرا جزيلا لك من بيروت الصحفي والكاتب السياسي جوني منير.